أعلنت السلطات في كازاخستان حالة الطوارئ في عموم البلاد عقب مظاهرات غير مسبوقة تندد برفع أسعار الغاز. الرئيس قاسم جومار توكايف وصف المتظاهرين بالعصابات الإرهابية المدربة في الخارج، طالبا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي المدعومة من روسيا المساعدة لهزيمة التهديد الإرهابي على حد وصفه. منذ أيام متقدة هي الاحتجاجات في كازاخستان. أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. حاولت الشرطة كبح الاحتجاجات التي نشبت غرب البلاد في منطقة مانشستا والغنية بالنفط بسبب رفع الحكومة سعر الغاز المسال قبل أن تنتقل إلى مدينة ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان وكبرى مدنها. المحتجون اعتصموا في ساحاتها ودخلوا في مواجهات مع قوى الأمن، ما استدعى تدخل الجيش لفرض النظام، فيما منع الولوج إلى تطبيقات واتساب وتليجرام وفيسبوك. أمام تزايد رقعة الغضب خرج الرئيس الكازاخستاني قاسم توكايف ليعلن قبول استقالة الحكومة وتكليف أحد المسؤولين السابقين برئاسة الوزراء مع فرض حالة طوارئ مدة أسبوعين. سيتم النظر بعناية في جميع الطلبات من جانبنا وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة وسيكون هناك اجتماع عمل حول كل هذه القضايا. توكايف أمر بإعادة أسعار الغاز المسال إلى الحد الأدنى وتوسيعها لتشمل البنزين والديزل وغيرهما من السلع الاستهلاكية، كما أمر الحكومة بدراسة تجميد أسعار المرافق ودعم إيجارات الشقق السكنية للأسر الفقيرة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 200 متظاهر، كما سجل إصابة العشرات من أفراد الشرطة بجروح خلال الاحتجاجات التي هزت البلد السوفيتي السابق معروف بصرامة نظامه، إذ تعد الاحتجاجات غير قانونية ما لم يقدم منظموها إشعارا مسبقا. معنا من بيروت الدكتور نبيل السرور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيروت. دكتور السرور، كيف يمكن وصف ما تشهده كازاخستان حاليا؟ احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز أم انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم؟ مساء الخير لك عزيزي وائل والمشاهدين الكرام. طبعا ما تشهده كازاخستان حاليا هو نوع من انتفاضة شعبية تعم يعني ما لا يقل عن 8 مناطق في كازاخستان. انطلقت من المنطقة النفطية حيث مصانع الغاز المسال، ارتفعت أسعار هذا الغاز بشكل كبير يعني حوالي 3 أضعاف، مما جعل الناس في هذا يعني في هذا البرد في هذا الشتاء يدفعون أثمانا كثيرة للاستفادة من الغاز المسال. من هنا نزلت يعني عشرات آلاف المحتجين في كل المناطق وتحديدا في العاصمة الاقتصادية ألماتي، مما جعل الرئيس قاسم جعل الرئيس الكازاخستاني يعلن حالة الطوارئ قاسم توكايف يعلن حالة الطوارئ ويعلن بأن هذه التظاهرات غير سلمية وبأن القائمين فيها غير شرعيين، ويقول بأن النظام لم يسقط، وطلب فعلا مساعدة الدول الجارة في هذا المجال للوقوف بوجه المظاهرات. إذن هي نوع من الانتفاضة الشعبية احتجاجا على رفع أسعار الغاز والمحروقات والمشتقات النفطية، ولكن تطورت إلى حد كبير بحيث أنه تم اقتحام العديد من المباني الحكومية، ومنذ ساعات أيضا تم الاستيلاء على المطار المدني في ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد. دكتور والرئيس لننتظر قليلا لكي نشخص سؤالي. طبيعة تطور الأحداث، هل تتطور بشكل كبير؟ نعم، ولكن لماذا لم ينتظر الرئيس؟ انتقل بسرعة شديدة خلال ساعات من الحديث عن متظاهرين إلى الحديث عن عصابات إرهابية ويطلب تدخل دول الجوار. غريب هذا الكلام.
طبعا كما تفضلتم بالتقرير وكما أنا مطلع على الوضع، هذه الجمهورية التي كانت سابقا جمهوريات الاتحاد السوفيتي تتمتع بنظام حديدي إذا صح التعبير، تحكم فيه السلطة السياسية قبضتها الأمنية، وخروج أعداد كبيرة من المتظاهرين والمحتجين، والسيطرة على بعض المباني الحكومية وعلى مطار البلاد، مطار العاصمة الاقتصادية للبلاد، شكل صدمة للرئيس الكازاخستاني، وبالتالي اعتبر بأن هذا خروجا على السلطة، هذه سابقة لم تكن موجودة أصلا، وبالتالي يبدو أن هناك أعداد من المتظاهرين التي تنظم صفوفها وتدعو إلى نوع من العصيان المدني أو المحلي إذا صح التعبير. من هنا خطورة الموقف الذي قد يتبلور بشكل تصعيدي ربما في الساعات القادمة، ربما توفرت لدى الرئيس معلومات عن وجود تنظيمات أو عصابات كما سماها قد تثير المزيد من الشغب. هو قال صراحة عندما ظهر على التلفاز النظام لن يسقط، وعلى الذين يتظاهرون في الشارع أن يعودوا إلى بيوتهم، ونحن سوف نعلن حالة الطوارئ. وكما تفضلتم بالتقرير هو استبدل رئيس الحكومة الحالي برئيس بمسؤول آخر، مما يجعل البلاد في وضع سياسي غير مستقر حاليا. وكذلك سننتظر دكتور الساعات القادمة لكي يتبلور المشهد السياسي بين الرئيس والمناوئين. هناك نقطة مهمة، أنه الآن تولى بنفسه رئاسة مجلس الأمن الوطني الذي يرأسه بالمناسبة الرئيس السابق نور سلطان نازربايف، الذي استقال قبل أكثر من عامين ثم أعطى نفسه هذه الرئاسة، والبعض يقول أنه الحاكم الفعلي ما زال للبلاد. كيف تقرأ هذه الخطوة، وماذا عن موقف الجيش والقوى الأمنية عموما؟ طبعا هذه الخطوة تدلل بأن الرئيس يريد فعلا الإمساك بزمام الأجهزة الأمنية والأمن القومي للبلاد، وهذا يعكس تخوفا من قبل الرئيس الكازاخستاني على تطور الأمور بشكل سلبي ربما في الساعات القادمة، من هنا إحكام القبضة. أما بالنسبة لموقف الجيش فلحد الآن الجيش يقف إلى جانب السلطة، ولكن الملفت أنا قرأت أو شهدت بأن الجيش انسحب من المطار، والموظفين الموجودين بالمطار انسحبوا لصالح المتظاهرين الذين أحكموا سيطرتهم على المباني، مما ينذر ربما ينذر بالساعات القادمة لبعض التطورات الميدانية، في حال يعني زارت وتطورت هذه التطورات الميدانية أو التوترات الميدانية ربما تفضي إلى بعض التحركات. هل ينقسم الجيش؟ سؤال من المبكر الإجابة عنه لأنه لا يوجد مؤشرات، ولكن أعتقد بأنه ربما في الساعات القادمة تصدر أوامر واضحة من قبل الرئيس ومجلس الأمن القومي للجيش بالتحرك والإمساك بساحة الميدان، وربما قمع المتظاهرين. الآن لدينا ما لا يقل عن 200 متظاهر معتقل، وهناك حوالي 75 جندي جرحى. ربما الأمور تتطور وربما يتدخل الجيش الذي يكون هو دائماً يعني نقطة الفصل فيها كذا توترات. طيب في أي من الجيش لم يتدخل حتى الآن، لماذا الحديث والتلويح والتهديد بطلب مساعدة دول الجوار؟ وطبعا دول الجوار لا تخفى المقصود روسيا هنا. طبعا المقصود روسيا. أعتقد بأن تدخل الجيش أو إعطاء أوامر من رئيس البلاد لتدخل الجيش يعطي بعدا عسكريا صداميا ربما مع هكذا توترات، في ظل هكذا أنظمة حديدية إذا صح التعبير لم يحصل فيها أبدا كما يقال أي ضربة كف منذ سنوات طويلة، إقحام الجيش بسرعة في الساعات الأولى من أي توتر قد يوتر الساحة بشكل كبير وقد يؤدي إلى صدامات دموية. أعتقد أن الرئيس الكازاخستاني يريد أن يعطي فرصة للإمساك بالأرض بشكل إلى حد ما غير دموي، ولكن لا أستبعد أبدا إقحام الجيش وإعطاء الأوامر للجيش للتدخل، وإذا كان هناك ضعف من قبل القيادة العسكرية بالتدخل لسبب داخلي أو لآخر ربما يكون الاستعانة بقوات خارجية في كخطوة لاحقة للإمساك بزمام الأمور ولجم حركة المتظاهرين في حال توسعت وربما سيطرت على بعض المرافق الأساسية في البلاد. كما قلت
لا، ليس هناك مؤشرات بأن الجيش منقسم، ليس هناك مؤشرات بأن الجيش متردد، ولكن الساعات القادمة سوف تكشف البعد السياسي والاستراتيجي لهذه التحركات، هل تتطور أم تبقى بحدود مقبولة. شكرا جزيلا الدكتور نبيل سرور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيروت.